النهارده بقى يا جماعه هنعمل وننفذ مع بعض تورته ورق العنب ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اهي، بصوا ازاي هي اهي مرصوصه وما تفركشتش خالص، وهنشوف ازاي ان شاء الله هننفذها. تطلع مع بعض، تطلع معانا بالشكل ده وبالجمال ده. جميعا دلوقتي هنشوف احنا هنسلق ورق العنب ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وازاي احنا ايه ما ناخدش وقت ويبقى سهل معانا في الحشو. اهو زي ما احنا شايفين احنا بنحطه كده رصه اهي، زي ما احنا شايفين بنحطهم فوق بعض. بنغسله طبعا الاول زي ما احنا شايفين كده كويس، وبعدين اهو بنمسكه نرصصه كده اهي، بنحطها اهي لفه زي ما احنا شايفين كده اهوت اهي، وبعدين بنحطها ايه في السليق اهيت. وعندنا الميه بتغلي، حاطين فيها ملح وليمون، معصرين فيها ليمونه وملح، واول ما الميه بتغلي كده بنفس الرصه كده اهوت بنحطه في الحله يستوي زي ما هو كده. بصوا اهوت اهوت، هنشوف بس ايه الفكره عشان بدل ما احنا بنعمله مكسر كده وبنرجع بعد كده نعدله، لا احنا بنفرده كده اهوت وبنسلقه مفرود، وهنشوف ان شاء الله هو ايه بيطلع ازاي اهوت. اول ما بنلاقي لونه بدا يصفر يلون كده اهوت ويبان عليه سلق، هي يا دوبك حاجه بسيطه اول ما بنلاقيه عشان ما يتهرش معانا اهو. بسم الله، بس اهو شايفين هو ادي هي كده اهو. بصوا بنحطه بحاله زي ما هو كده بفردته كده اهوت اهو. نيجي بقى ناخد ونحشي اهو زي ما احنا شايفين اهي، مفروض كله معانا ومتظبط ومترتب. هنكمل بقى الكميه كلها وايه ونرجع لكم. وادي يا جماعه بقى، لو كان في برده طريقه ثانيه وبرده سهله، لو ان انت عندك الورق صغير كده ممكن لما انت تحطيه الورق الصغير ده ممكن ايه يفركش منك ايه على في السليق. فاحنا بنعمل ايه، بنجمع الكميه كده، حتى برده لو كبير، لو انت برده قلقانه وبرده هيظبط معاكي اهي، بتجمعي كميه كبيره كده وبتجيبي اللي هي الخله بتاعه السنان اهي وبتحطيها ايه كده اهي. بصوا مستحيل طبعا ايه هتفك منك حتى لو كان الورق صغير برده ايه. دي برده طريقه ثانيه وسهله، هنشوف برضو هنحطها برضو ازاي ايه تتسلق اهي يا جماعه. اهي دي حطيناها اهي، وادي الخله اهي شايفينها اهي، ادي الخله اهي، ونظبطها برضو لحد اول ما لونها يغير يبان عليها السليقه اهي. بصوا ثابته اهي، ونطلعها اهي، بدات اهي لونها اهوت يبان عليه السلق. بسم الله اهي، بصوا ولا جرى لها اي حاجه اهي. اطلعها بقى هنا، عايزه بس ايه اوريها لحضرتك اهي. بصوا زي ما هي كده اهي، بصوا بحالها ولا جرى لها اي حاجه ولا فركشت ولا حاجه. وبنخرج الخله كده وبنرده، بيبقى عندنا الورقه زي ما هي اهي. بصوا اهو مترتب، بتسحبي كده على طول، لو عايزه تسيبي دي تسيبيها، عايزه تقصيها وتحشي بتحشي ان شاء الله. ايه هنكمل ايه كمان. عايزه اقول لحضراتكم حاجه ما تنسوهاش وتاخدوا بالكم منها، وانتوا بتشتروا ورق العنب لازم تنقوا الورقه الناعمه دي. شايفين في ورقه تانية كده اهوت بتاعت ورق عنب، بتبقى تخينه وبيبقى كده العروق ديت اللي فيها دي بارزة اكتر من كده، فديت برضو بتبقى كويسة، بس الافضل ان انت تجيبي دي، ده بيبقى طعمه فيه مزازة اكتر، وكمان بيبقى سهل معاكي، وكمان لونه مش بيغير، بيبقى لونه حتى بعد التسوية ان شاء الله بيبقى لونه حلو. اهو زي ما بقول لحضراتكم اهي، ادي الورقه ايه الناعمه، هي الافضل كتير، لان ساعات كمان بيكون في ورق تاني مش بيبقى ورق عنب اصلي، ممكن يكون ورق توت او ورق جوافه او ورق تاني كده ما تعرفوش، بس مش بيبقى هو ده، بيبقى شبه ورق العنب
بس ورق العنب الاصلي هو ده زي ما بقول لحضراتكم، اللي هو الناعمه دي هي اللي عروقها تحس ان هي عرق. بصوا ما فيهاش، بصوا شايفين هنا اهي، بصوا كل ده اهو، دي كده ان شاء الله ورقه العنب الاصلي. وبعدين بقى يا جماعه اهوت هنجهز بقى ايه التسبيكه بتاعته، الخلطه بتاعته ديت اهي، شبه تسبيكه المكرونه اهي، بصل وفيها قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وفص ثوم اهي، وكمان بعملها انا نص متسبك ونص طماطم متخرطه، بيبقى ايه طعمها ايه حلو قوي اهيت. هجهز بقى اهي، بخرط بقى عليها الطماطم كمان اهي زي ما احنا شايفين على التسبيكه اللي هي شبه تسبيكه المكرونه اهي، يبقى كده هو بعمله مسبك وكمان بخرط عليه كمان طماطم هنايا، ونقع الرز اهو زي ما احنا شايفين اهوت، بسيبه بتاع حوالي ايه 10 دقايق كده في الميه، ونكمل بقى ان شاء الله ونشوف. وادي يا جماعه اهو، ادينا خلصنا اهو، خرطنا الطماطم كلها اهي، قلبناهم بقى في بعضيها اللي هي المسبكه واللي هي ايه اللي انا مخرطاها، بيدي على فكره طعم حلو قوي. وبعدين بظبط بقى الملح بتاعي والفلفل الاسود اهو، وطبعا ايه عندي نعناع، هحط نعناع برضه بيدي طعم حلو. وعايزه اقول يا جماعه ان انا كمان بحب اعمله بالزيت، عشان الزيت زيت الذره بيبقى خفيف قوي فيه، وبيبقى كمان ايه صحي، وبيفضل ايه بيلمع. وادي النعناع اهو يا جماعه اهو شايفين اهو، برضو بيدي طعم حلو قوي اهو. تمام بسم الله. وهبدا بقى ايه احط الخضره دي يا جماعه اهيت، ديت بقدونس شبت وكزبره، بس بيبقى اغلبها ايه بقدونس، بحط بس كزبره كم حزمه صغيره كده هو، وبرده شبت مش كتير، لكن اغلب الخلطه دي بيبقى بقدونس اهي. بسم الله. وطبعا انت لما بتكتري الخضره بتدي طعم حلو قوي. بسم الله اهي. وبعدين هبدا بقى ايه اضيف الرز. طبعا الرز زي ما قلت انا بغسله وبنقعه ايه حوالي 10 دقائق في الميه. بسم الله. هنبدا اهو هنضيف ايه الرز. بسم الله. ايه هنقلب بقى ايه الخلطه ديت مع بعضيها، ويفضل بقى ايه ان انا اسيبها بتاع حوالي ربع ساعه كده، على ما مثلا لو هصلي الظهر او هصلي الصبح او حاجه، وبعدين ايه احشي، عشان خاطر بتبقى كل الطعم ده كل الحاجات دي اتشربت من بعض، وبيدي طعم احسن كمان في الحشو في الاكل، يعني مش تيجي تاكلي بتحسي ان طعم الرز بيبقى شارب كده من التتبيله اكتر ومن الحشو اكتر، فبيبقى طعم المحشي احلى بكتير اهي. ان شاء الله. ونرجع بقى ايه لما ايه نحشي. نيجي بقى ايه يا جماعه عشان نجهزه بقى ايه المحشي للحشو، نجهزه الحله اهي زي ما احنا شايفين، بتجيبي حله من تحت بتكون ارفع من فوق، يعني هنا هو بيكون المحيط اللي تحت اقل من المحيط اللي فوق، طبعا لو ان انت حابه تقلبيه. وكمان انواع الحلل ديت بتبقى طبعا ايه بتظبط التسويه اكتر كمان في المحاشي بالزيت. وبعدين بتجيبي معلقتين زبده نوع سمنه كده حلو، وبتحطيه زي ما احنا شايفين في قاع الحله كده في القاع اهو. وبعدين بنجيب بقى ايه طرنشات طماطم وبصل ديت ايه، اول حاجه بتدي طعم حلو وكمان بتطلع ريحه حلوه كده اهوت على المحشي بتاعنا، وكمان بتمنع ايه ان هو الحاجه تلزق، يبقى ايه سهل معايا. بسم الله. اهي زي ما احنا شايفين ترصصي كده اهو، لازم ان انت تحاولي ان انت تملي ايه الفراغات دي اهي. وفلفل طبعا احنا عارفين ان الفلفل ده بيدي ريحه حلوه قوي قوي في المحاشي اهو اهو.
اهو ادي الفلفل كل ده طبعا مع التسويه الريحه دي كلها بتطلع على فوق عشان احنا عارفين ان الحاجه بتغلي من تحت فطبعا ايه كل ده هيطلع ريحه وينفع على فوق اهو. ونحط طبعا رشه ملح وفلفل اسود اهي بس. وهنبدا بقى ايه ان شاء الله نحشي. وادي يا جماعه اهوت محشي ورق العنب اهوت ورق العنب اللي احنا سلقناه. بصوا شايفينه اهو معمول ازاي اهو. بصوا لا عمل معانا حاجه ولا ان هو كعبل ولا حاجه. بصوا مطلعها ورقه ورقه اهو بسم الله اهو. تعالوا نشوف بقى ايه بنحشي ازاي. بتخلي الخشنه ديت من جوه والنعمه دي من بره وبتقطعي ايه الحته اللي هي دي الزياده. بسم الله ونشوف بقى ازاي هنحشيه. تمام ما تحاولي ان احنا يعني ايه ما نحاولش ان احنا نخلي الرز كتير. تخلي الرز معقول في الورقه اهيت. وتحاولي تقفليها كده. بصي بصي على التقفيل اهي. بصي اهي بسم الله اهي دي محشيه ورق العنب اهي. بصوا اهي اهي ولا يتفركش ان شاء الله ولا اي حاجه اهي. طب نشوفوا برضو ايه حشوه ثانيه اهي. بصوا الصغيره اهي بشيل برضو العنق بتاعها. هنشوف برضو الورقه الرفيعه ما نرميش حاجه يا جماعه اهي. ادي حتى الورقه الرفيعه الخشنه من جوه هحط فيها الرز والنعمه تبقى من بره. وممكن كمان لو ان انت حابه ان انت تشكلي تشكلي برضو بيدي شكل حلو. بس هي الافضل بتبقى ايه كده يعني ممكن تحطي مثلا واحده ما خشنه وواحده ناعمه ماشي. بس هو بصراحه كده بيبقى احلى والشكل ده بيبقى بيلمع كده اهي زي ما احنا شايفين اهو. بصي حتى الصغيره حشيناها. بصوا اهي بصي اهي ولا اي حاجه خالص ولا حاجه تفك ولا حاجه اهي اهي. هناخد بقى واحده كمان اهي كبيره ثانيه. حابه انك انت تقصي منه تقصي. بس ايه انا بصراحه بحب ايه كده اهوت ايه ما بحبوش صغير قوي. بس الورقه الصغيره برده بحشيها اهي. بسم الله اهي. بصي قفلي عليها كويس. بصي اهي بصي شايفه. بتجيبي المثلث ده اللي فوق الاول كده اهو. وبعدين بجيبي الجنان اهي بلمها في بعضيها كده اهي. بصوا اهي. وبعدين اهي شايفين وانا بلف بلم معايا عشان ايه تبقى ايه مظبوطه اهي. بصي استحاله ان هي تلف منك او تفك منك. واستحاله ان انت تلاقي رزايه في الحله. وهنشوف ان شاء الله هنكمل بقى حشو الحله ونشوف احنا هنرصصها ازاي. بنرصص الاول الرصه دي هنكملها وهنشوفها ايه ازاي بعد ما نكملها. وادي يا جماعه اول رصه اهي زي ما احنا شايفين اخدناها ايه دواير كده اهي. تاني رصه بقى اهي بتبقى كده بالعرض كده اهو زي ما احنا شايفين بالطول كده اهو اهو. هكمل بقى تاني رصه. يبقى اول رصه زي ما احنا شايفين كده تاني رصه ايه اهي بالطول كده. هنكملها ان شاء الله ونشوف. ادي يا جماعه اهيت ادي الحله. وادي يا جماعه اهيت ادي الرصه الثانيه زي ما احنا شايفين اهيت. هنبدا بقى ايه نعمل بقى الرصه اللي فوقيها برده ايه دوران زي الاولانيه اللي تحت ان شاء الله عشان ايه ما يفكش ايه مننا واحنا بنقلبها. وادي يا جماعه ادي الطبقه ديت كمان اهي دي الطبقه الثالثه. في كمان هعمل بقى كمان ان شاء الله برده طبقه رابعه اللي هي بالطول. والطبقه اللي هي الاخرانيه لازم تكون كده ان شاء الله عشان تبقى سهله ايه في القلب. ماشي ان شاء الله هنكمله ايه ونشوف مع بعض. ادي اهيت اخر رصه بقى اهي. ادي عملنا اهي الرصه دي وهنبدا بقى عليها بالرصه ايه اللي هي المدوره دي. لازم ان احنا نختم اللي هي الحله الخلي الوش اللي فوق هي الرصه المدوره اهيت اللي احنا شايفينها دي اهي. بسم الله اهي اهي كده اهي ان شاء الله ايه نكمل مع بعض اهو. لا في بقى رز ولا فيها اي حاجه. وان شاء الله برده عشان احنا زي ما احنا شايفين اهو هعيد تاني اهو
بصوا ادي نحشي الورقة اهي كده اهي اهي، لازم نقفلها كويس عشان كمان في التسوية ما يطلعش منها رز ولا حاجة. بسم الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي 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 برضو اهي زي ما احنا شايفين. نكمل بقى ايه الرصة اهي زي ما احنا شايفين اهي، نكملها وايه ونشوفها مع بعض ان شاء الله. اهو يا جماعة ونبدأ اهو، بصوا ادي دي بقى اخر رصة. بسم الله اهي، لازم تكون كده اهي اهي، تقفله بقى كويس عشان ايه اما نيجي نقلبها ان شاء الله تبقى ايه مظبوطة. اهي نقفل عليها ديت الرصه اللي بتكون الاخيره، الوش الاخراني، وبرده الوش اللي هو اخر واحده من تحت بتكون كده ده ايه دائريه كده. وبعد كده بقى ايه نقفلها كلها نحطها بقى ايه ان شاء الله، هنشوف ايه هنسويها ازاي. واجي يا جماعه اهيت جهزنا بقى المرقه لورق العنب اهيت ان شاء الله. اجي حطينا معلقتين صلصه، صلصه طماطم، ودي شوربه، وطبعا على حسب الكميه بتاعت المحشي بتاعتك. اهم حاجه هنشوف دلوقتي هيتبقى قد ايه وهنسقيه ازاي، وطماطمايه متخرطه اهي، وكمان ايه يبقى حطينا ملح وفلفل اسود، اي بهارات انت حابه تحطيها، لو عندك بهارات محشي تمام، لو عندك اي بهارات خلطه حطيها ماشي تمام. وكمان بنحط نص ليمونه في الميه دي عشان بتعلي المزازه بتاعته وبتعمل تيست حلو جدا. ونعصره نص ليمونه مع ملح وفلفل اسود، وزي ما قلت ايه اي بهارات. اول بقى ما هي بتغلي اهي زي ما احنا شايفين اهي بدات تغلي اهي، هنبدا ايه نحطها ايه على المحشي اهي. يا جماعه المحشي اهو زي ما احنا شايفين اهي قفلت خالص، هنبدا بقى ايه نسقيها اهي. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، هنبدا بالمرقه نسقي ورق العنب كده. طبعا ايه مرقه ايه مغليه زي ما احنا شايفين، الشوربه مغليه اهي. بسم الله اهي، هي طبعا ايه لازم هي تحس ان الشوربه او المرقه اللي هي بتاعت اللي احنا حاطينها على ورق العنب فرق صبع كده ان شاء الله ما بين ايه اهيت. بسم الله اهي كده اهيت اتشربت اهي لتحت، عشان طبعا احنا عارفين احنا مقفلين الحله، فهي لما بتتشرب اهي لتحت وبتنزل اهي. وبعدين بنغطيها بقى وبنسيبها تاخد غلوتين، وبعد كده نبدا نوطي عليها ونسيبها ايه تستوي على نار هاديه. اجي يا جماعه اجي المحشي اهوت بعد ما استوى، اجينا اهوت قلبناه وهنشوف بقى ايه هنشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما احنا شايفين تمام قوي اهو، ولا فركش ولا حاجه. هنبدا بقى ايه نظبط ايه، نشيل بقى ده نخليه اهو دوت. طبعا نحل الطبقه اللي احنا حطيناها اهي نشيلها، وهنبدا نزين ورق العنب خليها كده بقى اهو. بسم الله زي ما احنا شايفين هنقوم نشيلها كلها كمان عشان تبان. واجي يا جماعه ديت تورتة ورق العنب. بسم الله طبعا ايه احنا لو عندنا عزومه حد غالي علينا كده نبدا ايه نعملها له، وبنحطها على السفره وتبقى جميله جدا وشيك جدا اهي. اتمنى ان شاء الله ان احنا اهي قدام عينينا اهي بصوا ثابته ازاي ان
شاء الله بطريقه اعداد من ايه، من احنا طريقه الترصيص اللي احنا رصصناها، وبتقدميها زي ما قلنا ايه كده على السفره، وبالهنا والشفا وصحه وعافيه على قلبكم. كانت عجبتكم وصفتي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي يا جماعه بصوا عايزين نشوفها ايه مع بعض كمان. اهي بصوا ثابته ازاي، اهي كل دور ثابت لوحده اهو. بصوا اهي مش ان هي برضو ان هي ممكن تتفكك ولا حاجه، اهي بصوا اهي ثابته جدا اهي ومتماسكه اهي لحد اخر حاجه.